بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال جالنا النهاردة بخصوص أكل الدجاج وتكيس المبايض، هل هناك علاقة بين تكيس المبايض والدجاج؟ يلا تعالى نعرف الإجابة على السؤال ده. المشكلة الكبيرة اللي بتقابل أغلب الناس إن حاليا دلوقتي عدماء الضمير موجودين في مزارع الدواجن، هو كل همه ان هو الكتكوت يجيبه ويقعد فتره قصيره جدا عنده علشان ويكبر بشكل سريع علشان يقدر يطلع منتج في اقل وقت ممكن، ما يصرفش مصاريف كبيره ويكسب مكاسب كبيره، مش مهم اي حد. علشان كده سيادته يجيب الكتكوت من هنا كل 10 ايام، كل 15 يوم يبدا يحقن هرمونات، وخصوصا هرمون الاسترويد اللي بيعمل زياده في نمو الفرخه بسرعه. فتلقائيا لما يحقن كم مرة للفرخة، الفرخة تنمو بسرعة فيقدر يكسب مكاسب كبيرة. الهرمون ده من مصايبه السوداء ان هو يعمل تكيس، الهرمون ده بمرور الوقت يعمل تكيس مبايض غير زيادة الوزن وزيادة الكتل زيادة الدهون. طب احنا علشان نتوقع، تقول يا دكتور طب احنا نعمل ايه في ظل الوقت، احنا نعرف الفراخ ديت هل هي محقونة ولا مش محقونة؟ نقدر نعرف الموضوع ده بشكل بسيط جدا. اول حاجه نقدر من خلال الاجنحه بتكون مايله للون الاحمر، الاجنحه بتاعت الفرخه بتاعتها بتبقى مايله للون الاحمر، فتعرف ان هي غالبا بتكون محقونه. طب يا دكتور طب هل ممكن تكون محقونه وما تكونش مايله للحمار؟ بالفعل ممكن تكون محقونه وما تكونش مايله للحمار، وقد تحقن في اماكن تانية زي الرقبه. يعني الموضوع مش مجرد ان هي بتتحقن بس في الجناحات، ممكن تتحقن في الرقبة، ممكن تتحقن في الجلد بشكل عادي او في الرجل او في غيرها من الاماكن. طب احنا نعمل ايه يا دكتور علشان نتلافى هذه المشكلة، او ان احنا نقي نفسنا من مشكلة خطيرة غير زيادة الوزن والسمنة، وان الشخص يلاقي نفسه بيزيد باقل في وقت قصير جدا وهو مش عارف السبب ايه؟ طب نقي نفسنا ازاي؟ نقي نفسنا بشكل بسيط، ننزع الجلد بتاع الفرخه كلها، نقطع الرقابي والاجنحه ونرميهم وبلاش ناخدهم، بحيث ان احنا نكون ضامنين ان احنا نكون في امان تام. لو حسيت ان انت استفدت بالفيديو اعمل اعجاب للفيديو وشارك الفيديو، خلي الناس تستفيد بالمعلومه. ناس بيجوا لنا العياده بمشكله تكيس الموبايل بشكل مستمر، قد تكون معلومه تغير حياه انسان. شارك الفيديو فالدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.